أكاديمي كان جاتني الفكرة في الأول، ولكن من بعد يعني حيت الفكرة تماما، لأن ملي بديت كنشوف الستيل ديال ستار أكاديمي ماشي هو أميمة أم سعد، يعني بالنسبة ليا ما لقيتش فيه ذاتي. يعني أنا ما نقدرش مثلا الكاميرا تبقى تبعاني فين ما مشيت، ما نقدرش. We'll be right back.